المحاضره بتاعتنا النهارده بنتكلم على الارت اوف لين الاينمنت. الحقيقه ربنا خلق عندنا كل حاجه ليها علاقه بالالاينمنت، ما بين حاجه اسمها السنتر اوف ذا هيد والسنتر اوف ذا انكل، بنقول علينا حاجه اسمها الميكانيكال اكسس. في اكسس تاني مهم عندنا اسمه اناتوميكال اكسس. الاناتوميكال اكسس بيمتد من حاجه اسمها الميدارتيزيال لاين، لما نعمل بايسكتور ده الميدارتيزيال لاين هنا، وتحت نقدر ناخد منه اللاين بنسميه حاجه اسمها اناتوميكال اكسس. فاحنا بنعتمد على اللاين بتاعنا على الميكانيكال اكسس او الاناتوميكال اكسس. كان اسمه جوينت اورينتيشن لاين، اللي بيسموه ما بين اللور اند اوف ذا بول، سواء اللور اند اوف ذا فيمر او ابر اند اوف ذا فيمر. جوينت اورينتيشن لاين اللي هو الهوريزونتال لاين ده بيبقى بارلل للجراوند. لما نيجي نقول انه العيان دوت عنده ديفورميتي ببساطه شديده، بناخد من السنتر اوف ذا هيب للسنتر اوف ذا انكل وبنحسب الديفيشن من الميد بوينت اوف ذا ني، بنقول عليها حاجه اسمها ميكانيكال اكسس ديفيشن، تمام. وفي الجينوفارم بيبقى ميكانيكال اكسس ديفيشن تو ذا ميديال سايد، والميكانيكال اكسس ديفيشن في الجينوفارم بيبقى تو ذا لاترال سايد. نقول ان في جوينت اورينتيشن لاين بتاخد كل لاين ما بين تو بوينتس، دايما ما بين اي لاين يبقى له تو بوينتس، من السنتر دي فيمورال هيد تو ذا تيب اوف جريتا تروكانتر، ده الجوينت اورينتيشن لاين اوف ذا فيمر. الاورينتيشن لاين اوف ذا لور فيمر من الديستال ارتيكولار بارت اوف ميديال كوندايل تو ذا ديستال ارتيكولار بارت اوف لاترال كوندايل. نفس الحكاية في كل عظمة التيبيا بارت اورينتيشن لاين من الارتيكولار الابر تيبيا لاترال تو ذا ابر تيبيا ميديال. برضه الاورينتيشن لاين اوف ديستال تيبيا ممكن يتاخد من الابر بارت اوف ذا تيبل تو او من اللور تيبل. احنا الحقيقه مش المفروض خالص ان احنا نحفظ اي رقم من دول، اسمها انجلز، والانجلز دي بتبقى موجوده معانا في المحفظه في جبنة في القلب وفي اي حاجه، ودي حاجه مش المفروض ان انا بحفظها، لكن ابقى معايا اللي بيقول كده. مع الوقت بحفظها او بعرفها فما بتبقاش عندي فيها مشكله. لما اجي اقول هنا هو فلسفة الأمور، وأنا عايز حضرتك تبقوا معانا قوي في الحتة ديت، لأن دي يمكن أهم حاجة. هو لما نيجي نقول إن الميكانيكال لاترال ديستال فيمورال أنجل 97، لما نيجي نفسر لحضراتكم ونقول لكم إن هي ليه مش زاوية 90؟ ليه الزاوية دي 87؟ وليه كمان إن الميكانيكال ميديوم بروكسيمال تيبيال أنجل 87؟ السؤال ده بيتسأل كتير قوي، الناس كلها بتحفظ الارقام من غير ما تعرف الفرق. لما نيجي نقول عليا انا المفروض المسافه ما بين التو هيبس وانا واحد بوينت هنا للبوينت هنا زي المسافه ما بين السنتر اوف ذا انكل هنا والسنتر اوف ذا انكل هنا، استحاله. انا بمشي حاجه اسمها نارو بيز سبورت. نارو بيز سبورت يعني المسافات دي اوعد من المسافات دي، سواء وانا ماشي او وانا واقف. عشان كده ما ينفعش يبقى في ميل. ما ينفعش يبقى في ميل. لازم امشي رجلي معدول. لو انا عندي مشكله في اللاين دوت والانجل دي مش 87 وكانت 90، يبقى انا همشي اعمل ازاي؟ همشي اعمل كده. عايز تجيب لي الشاشه. حد ينفع يمشي يعمل كده؟ مش هينفع. أو بالعكس همشي أعمل كده مش هينفع. يبقى أنا لازم يبقى عندي الأنجل دي عشان تعدل الديفيشن من السنتر لاين أوف ذا بادي. السنتر لاين أوف ذا بادي عامل على الميكانيكال أكسس في أهل المباني. عشان كده ربنا خلق إنه اللاترال ديستال فيمورال أنجل تبقى 87 عشان تعدل الحركة دي، عشان لما أمشي أمشي عدل. لما عدلت الديسك الفيمر الاكل عدلتها قللتها ثلاث درجات عن ال 90، يبقى لازم اعمل ايه في التيبيا؟ لازم اعوضها عشان امشي رجلي. خلينا نقول في البيزكس برضو ان الميكانيكال اكس والتيبيا، الميكانيكال اكس والتيبيا هو نفس تقريبا الاناتوميكال اكس والتيبيا. مهم قوي نعرف حاجه اسمها الكونفرجنت لاين، واللي هي بين تو لاينز من الديكتا لاين بتاعتها. وبروكسيمال لاين بتيبيا لو عامل اي انجل، يبقى مهم قوي عندي ان انا اظبط
اعرف ان في ميكانيكال اكسس سوري الجوينت روتيشن لاين دي عامله انجل ولا لا، بيسموها الجوينت كونفرجن لاين. طيب النيك شافت اكسس لازم ابقى عارفه ليه، ممكن اعتمد على اورينتيشن لاين ولا فيمر ابروكسيمال فيمر ليه، لكن ده مهم قوي. النيك شافت اكسس ده مهم عندي قوي عشان ابقى عارف في انذر لاين كمان في البروكسيمال فيمر. ايه الهدف ان يكون عندي تو لاينز او تو بارامترز؟ انه ساعات العيانين اللي عندهم كوكسا فار، العيانين اللي عندهم كوكسا فار عندهم بروبلم في ان انا في بروتروجن هنا الجريتر تروب بيبقى عندنا بروترودد قوي، فلازم يكون عندي لاين تاني اعرف منه الالاينمنت بتاعه. لما نقول انه الميكانيكال اكسس على الاناتوميكال اكسس عامل انكل بالنسبه للفيمر، عامل اكسس عامل لاين حوالي 7 ديجريز، ودي فرق كبير قوي لما اجي اعمل الانجلز ما بين الديفورمتي في الفيمر. لازم اعرف ان هو الميكانيكال اناتوميكال اكسسيز مختلفين ولكن التيبيا متفقين. لما اجي ده كل ده بنتكلم على كورونال فيو. لما اجي اتكلم على الساجيتال لازم اعرف للتسهيل انه من السنتر اوف ذا هيب برضه من السنتر اوف ذا انكل ده الاكسس في الساجيتال فيو. طيب الهنج بوينت اوف ذا ني احط مسطفر هنا، ولازم كلنا نبقى عارفين الهنج بوينت اوف ذا ني تاس بوستيريور اكسس في الساجيتال فيو. ليه هي بوستيريور؟ عشان هي لو ماشيه في اللاين دوت يبقى انا وانا بمشي رجلي هتقع. لازم الهنج بوينت اوف ذا ني تبقى ورا اللاين عشان رجلي وانا ماشي تبقى ثابته ما تتنيش، يبقى عندي مومنتال ستابيليتي، ما يبقاش عندي ميل ان انا ابني ركبتي. برضو الاكسسيز هنا هون والانجلز انا مش محتاج احفظ اي ارقام، هيبقى معايا ما يثبت كده في جيبي. لما اجي اقول هنا اللاينز بتاعتي ممكن اخد اللاين من الحاجه اسمها الفيزير سكار اللي هو فيمر، ده الاورينتيشن لاين. ممكن اخد عندي حاجه اسمها عشان اعرف الهنج بوينت اوف ذا ني يبقى عندي يا اما فيزير سكار لاين او البوستيريور الكروسنج ما بينه وما بين البوستيريور كورتيكال لاين اوف ذا لور فيمر. لو العيان ادلت يبقى عندي حاجه اسمها بلومن سات لاين اللي موجود هنا هو اللي هي بلومن سات ريدج اللي بنشوفه ساعات في الميديا فيمال كونتراي. لو حد فينا بيشتغل المناظير هيبقى في حاجه اسمها بلومن سات ريدج وفي بلومن سات لاين بيتشاف في الديلاترال فيو في الاكس راي، والكروسنج ما بينه وما بين البوستيريور كورتيكال لاين بتاع اللور فيمر. يبقى انا عندي هنا هو هينج بوينت اوف ذا ني لازم ابقى عارف هي فين بالملي. لما اجي احدد الاكسسيز بتاعتي في السيجيتال فيو من السنتر للهيب بيمر فين؟ في الانتيريور كورتيكال لاين بتاع اللور فيمر والبوستيريور كورتيكال بوينت او البوستيريور ارتيكولار بوينت اوف ذا ني. اهم حاجه ان هو بيقطع اللاين دوت المسافه ما بين الانتيريور 1 ثيرد والبوستيريور 2 ثيرد، دي عشان نبقى عارفين النورمال فين. ان هو برضه اللاينز والانجلز سواء الابروكسيمال تيبيا والديستال فيمر انجل ما مش محتاج احفظهم، هم ثلاثه انجلز ويبقوا شايلينهم معايا. برضه بقول الاورينتيشن لاين بتاعي بتاع البروكسيمال تيبيا برضه الاكسس بيقطعه فين؟ في الجنكشن ما بين الانتيريور 1 5 والبوستيريور 4 5، وهنا هو بيقطعه برضه في الميدل ارتيكولار بارت اوف ذا انجل. مهم قوي ان انا في السايجيتال فيو ابقى عارف ان في لاينز ثانيه مش بس الاكسس من السنتر للسنتر، وكمان ابقى عارف انه في حاجه اسمها anterior cortical line من اللور فيمر و anterior cortical line of the tibia. while I'm standing بيبقى الزاويه بينهم زيرو، يعني الاثنين زي بعض بالظبط. لو انا عندي recurvatum يبقى عندي angle ما بينهم، او عندي flexion deformity يبقى انا عندي برضه angle ما بينهم. بعرف الحكايه دي ليه؟ لان انا لازم اعرف ان العيان دوت انتيرو كورتيكال لاين مثلا في المثل دوت عامل انتيرو كورتيكال لاين اللور فيمر على بروكسيمال تيبيا حوالي 30 درجه، لكن لما اقيس بوني انجلز اقول انه البوستيريور ديستال فيمورال انجل بتاعته حاجه و60 وهي المفروض تبقى حاجه و80، يبقى انا عندي فرق 20 درجه بس. وهنا هو الانتيرو كورتيكال لاين عامل انجل قد ايه؟ 30 درجه. امال الفرق بينهم 10 درجات ده راح فين؟ يبقى انا عارف ان الانتيريور كورتيكال لاين هنا هو الانجل ما بينها وما بين الاوت بوني انجل حوالي في فرق 10 درجات، يبقى العيان ده عنده فليكشن ديفورمتي بسبب
خلوهم تستعمل ديفورمتي بسبب شورتنج ذا مصل بسبب شورتنج ذا كبسول عنده بيرمننت شورتنج او بيرمننت فليكشن ديفورم، او العكس ممكن يكون الانجل بالماينس فيبان ان انا عندي ريتروفيت. يبقى لازم مهم قوي احسب اذا كان عندي كونتراكشنز ولا لا. مهم عندي قوي ان انا اقيس ازاي. اقيس ازاي يعني اعمل اشعاعات كويس. كان زمان بنقول ابين تو هيبس وتو انجلز، دلوقتي لا، دلوقتي من الأبر موست بارت اوف ذا ايليا كريست تو ذا فوت في الاي بي فيو وايل ذا بيشنت ستاندينج اند ذا باتيلي فيسينج فورورد. دي حته مهمه جدا. طيب لما نيجي نقول حكمه من الحكم ويوزز انورمس فابس واللوست ويل بي لوست. ليه؟ لان هو هيستخدم حاجات كتير، لكن لما يبقى البيزكس بتاعتنا بوينتس معينه يبقى العين واقف ويبقى عندي باتيلي فيسينج فورورد يبقى هو ده الشروط بتاعتي بس. واقول للاكسراي راديولوجيست انه يبان الابر موست بارت اوف ذا ايليا ويبان لغايه الفوت. اصور ازاي؟ زي ما هنا باين في الصوره ان احنا حد واقف والتيوب على بعد حوالي 10 فيت يعني حوالي 3 متر عشان تبان فيها الكل العدو. يبقى الاحسن يبقى على وان فيلم لو ينفع او يقطعه ويوصله لنا على الكمبيوتر زي ما انتم عارفين. في اللاترال فيو نفس الحكايه، هيبقى واقف برضه باتيلا فيسنج بالعكس 90 degrees to the left عشان تبان في السيجيتال فيو على نفس البعد. عشان اناليز الحقيقه عشان نفتكر دايما ان احنا مش بنتعامل مع ليمب بس، بنتعامل مع عيان، لازم اعمل كومبليت، اخد كومبليت هيستوري واخد واعمل كومبليت اكزامينشن للعيان، وكمان اقول ان انا عايز اعمل ديتيل راديولوجيكال اناليسيس. يعني هو العيان مش رجل ولا ايد، العيان عباره عن هيستوري اكزامينشن وراديولوجيكال اسيسمنت كمان معاه. كان من ضمن الحاجات اللي عشان ما تنسيناش الخطوات انت بنحطها في 6 خطوات لو حبينا ونختصرهم من حاجه اسمها ماب و اي بي سي. ماب يعني ام اي بي، ماب ميجر دي ميكانيكال اكسس ديفيجن، اي انالايز ذا جوينت لاين، تي بيك ذا بون. وفي الاي بي سي مهم قوي نفتكر ان لازم اعرف الايبكس اللي هي الكوره، ونعرف ان في بون كات لازم يتعمل، والكوريكشن هيبقى على الانجل. هل الكلام ده كله قبل العمليه؟ الاحسن يكون معمول ديزاين بيه قبل العمليه بلان عشان اشتغل عليه انت اكتر. تمام؟ اهم حاجه ماب ذا اي بي سي، او ان انا احطها في خطوات عشان ما انساش. نمره 1 اقول ان انا عندي ميكانيكال اكسس ديفيشن قد ايه، واتكلمنا عليها في اول صوره خالص وقلنا ان هي فين؟ السنتر اوف ذا هيب والسنتر اوف ذا أنكل. وهو أحسب المسافة من مين بوينت اوف ذا، وأعرف إن في ميكانيكال لو قلنا على المسافة دوت 7.9 سنتيمتر. أحسب الخطوة الثانية وأقول فيها إن أنا عندي مشكلة إن في لازم أعمل من السنتر اوف ذا هيب للسنتر اوف ذا نين، ومن السنتر اوف ذا نين من السنتر اوف ذا تيبيا للسنتر اوف ذا أنكل عشان أعرف كل عظمة لوحدها أخبارها إيه. لما احسب المسافات دي او الانجل دي ابتدي بقى ايه بقى الميكانيكال لاترال ديستال فيمر الانجل هتبقى شكلها ايه، والميكانيكال بروكسيمال تيبيال الانجل هتبقى شكلها ايه. في المثل الاول قلنا ان هو حوالي دي 97، والجوينت كونفرجن الانجل كمان بقت 4 بدل ما كانت 1 او 0. وهنا هو بقت عندي الانجل بتاع بروكسيمال تيبيا بقت 74. يبقى العيان عنده ديفورمتي موجوده على ليفل بتاع الديستال فيمر بروكسيمال تيبيا، وكمان على مستوى الليجمنت لاترال ليجمنت. لما نيجي الانلايز جوينت لاينز نقول ان في 3 انجلز فيهم بروبلم، الاولانيه والثانيه وكمان الاورينتيشن لاين ممثل في اللاترال واللاترال ليجمنت. تيكينج ذا ديفورمتي، يبقى انا عندي ديفورمتي في العيان ده مثلا ممكن تبقى فيمرال وتيبيال ولاترال كلها. اجي احسب الايبكس لو قلنا ده جاكستر ارتيكلر مثلا، يبقى انا عندي بروبلم ان انا اخد لاين من البوينت ديت اطلع بيه هو الانجل نورمال بتاعتي اللي هي 87، واحسب الانجل ما بين اللون الاصفر واللون الازرق الاقي انها عندي بقى 8 درجات. هندي مثل عشان ما ننساش. اهم حاجه نفتكرها ان العيان ده ما دام الارتيكولار بارت او عندي الديفورمتي جاست ارتيكولار او جاكس ارتيكولار، يبقى انا عندي العيان ده هحتاج اعمل له حاجه اسمها ترانسليشن. لما هاجي اركب الفريم بتاعي لازم افتكر ان انا عندي ترانسليشن، واقيس الترانسليشن ازاي كمان على الاشعه ما بين المسافه ما بين التو لاينز اد لاين اوف ذا اوستيوتومي، هو الضغط اللاين الاخضر ده الاوستيوتومي بتاعي اعمله بعيد عن الكرايسس بتاعي اللي بيسموها البون كات.
لما اجي اصلح اعمل مثلا كوركشن يبقى لازم اعمل فيه ترانسليشن، مش بس ان انا اعمل فيه انجل، لا كمان اصلح فيه ترانسليشن في العيان ده، ولا حد يقول لي الترانسليشن هيبقى ميديال ولا لاترال في الفيمل لو العيان ده هو جينو فار. مين يحب ميديال؟ تمام. تيبيا جينو فار لو احتاج ترانسليشن تمام. يبقى هنا هو نمره واحد هعمل ميديال ترانسليشن ومعاها كوركشن في الانجل، لو صلحتها وصلت ل 88 ابتدي اصلح بعد كده بقى من فوق لتحت زي ما احب، او من تحت لفوق الاثنين ما يفرقوش. لو هبتدي اصلح من فوق لتحت صلحت الفيمر وخدت الاكسس بتاعي من السنتر وشيت بي للسنتر الثاني اللي هو اتصلح دلوقتي، لقيت ان الانجل الثانيه في البروكسيمال تيبيا الايبكس بتاعها قاعد البروكسيمال تيبيا، وعرفت ان الانترسيشن ما بين التو لاينز وبينهم الاكسس بتاعي يسموها البايسكتور لاين اللي هو اللي هيتخصص الزاويه دي. ده هو ده اللي هعمل عليه الكوركشن بتاعي. تمام. الايبكس هنا هو اللي عندي بقى 17 درجه، عرفنا ان هي درجات معينه. لو هعمل الطرف بعيده عن الايبكس يبقى هيحصل ايه؟ ترانسليشن. ترانسليشن هنا هو زي ما قلنا ان هيبقى برضه لو هو جينو بار هنعمل ترانسليشن لللاترال اسس. ممكن اعمل ترانسليشن بثلاث طرق، لما اعمل حاجه اسمها الثام هاج واعمل الهنج بوينت بتاعتي في اللاترال يبقى مهم قوي ان انا اعرف ان هعمل اوبن ويدج، او الهنج بوينت بتاعتي ميديان يبقى هعمل كلوزنج ويدج. الهنج بوينت اللي هي فين؟ اللي هي اللي هحط عليها الهنجات بتاعتي، الهنجات بتاعتي هتبقى عن اللاين الاحمر دوت. لو اللاترال هفتح ويدج والميديان يبقى هقفل ويدج. لو الهنج بوينت بتاعتي موجوده في السنتر او في الايبكس بالظبط يبقى هي هتعمل حاجه اسمها معلش يا دكتور خلينا يعني نكونكلود الموضوع اللي احنا عندنا في الكمبيوتر بتاعنا. ممكن نستخدم 200 ابلكيشن دلوقتي، من الحاجات المهمه والمفيده لينا قوي المالتي ساير سيستم وهنبقى نتكلم عنه بعدين، والبون نينجا، وفي كذا ابلكيشن دلوقتي على الكمبيوتر بيخدموا التصليحات بتاعتها. اخر حاجه عايز اقولها لكم انه في حاجه مهمه قوي نفتكرها، ان ممكن بالابلكيشنز دي حضراتكم تستخدموها انترا اوبريتيف على صوره الايمج. يعني عيان اهو عنده جينو توكسافارا، فكيت عيني بعد اول مسمار وحددت عرفت ان انا صلحت ولا لا، صورت وعملت الانجلز بتاعتي، اطمنت ان هو في الميكانيكال وكمان في الاناتوميك الاكس اتصلح، ببلغ المساعد بتاعي اني يكمل او انا اخش اكمل. وبشكركم جدا. افتكروا دايما ان الابلكيشنز دي على الكمبيوتر مفيده لحضراتكم، فري وانترا اوبرتيف وكمان بوست اوبرتيف. شكرا جدا.